جزء من البرامج اللي موجودة للفئات الأكثر احتياجا واللي محتاجين من الدعم، عشان كده بنلاقي فيه تحركات قوية جدا ومستمرة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اللي النهاردة أطلق أول قافلة شاملة ليه إلى محافظة سوهاج تحت شعار ستر وعافية في مختلف التخصصات. هنعرف تفاصيل أكتر حول هذه القافلة في التقرير التالي، ونلتقي بعد الفاصل. تحت مظلة التحالف الوطني ووفقا لما تقوم به الجمعيات الأهلية من تقديم خدمات تنموية كافة لجميع أهالي المحافظات، هنا في محافظة سوهاج تم تقديم قوافل طبية مختلفة التخصصات وخدمات توعوية متنوعة ومساعدات غذائية وغيرها من الخدمات. اللي بيحصل ده نموذج للتنمية الشاملة اللي ممكن تتحقق من خلال تكامل مجتمعات متختلفة بمداخل تنموية مختلفة. في جمعيات متخصصة في انها تعمل رعاية صحية، جمعيات بتعمل توعية، جمعيات بتدرب الناس على حاجات خاصة بالتنمية الاقتصادية، جمعيات بتوزع مساعدات مباشرة، بتقدم شنط مدرسية للطلاب في المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية، بالإضافة ل أدوات كتابية داخل الشنط المدرسية، ومعانا كمان حد من الدعاة في مسجد مصطفى محمود جاي علشان خاطر يعمل توعية للأطفال. الأورمان النهاردة بتقدم مشروعات تمكين اقتصادي المتمثلة في مشروعات تنمية مشروعات متناهية الصغر للي عنده مشروع صغير وعايز ينميه، أو مشروعات مثل الأكشاك للي هو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين. القافلة الشاملة كان لها إشادة كبيرة من المواطنين، بل وصورة تحكي واقعا لجمعيات أهلية تطرق على الأبواب لتلبية احتياجات الأهالي بل والارتقاء بمستوى معيشتهم. كل الخير اللي حصل معاني وكل خدماتكم زيني وتمام تمام، ودكاترة فيهم بركة، وبارك في الرئيس وبارك فيك وبارك في الدنيا كله. شعور بالسعادة، يا رب دايما يكون في خدمات يعني حلوة زي كده للناس. نشكر السيد رئيس الجمهورية اللي قام بالمشاريع كلها. ستر وعافية شعار يحكي صورة جميلة داخل نبض المواطن وملامح سعيدة رسمت على وجوههم، لتؤكد بأن التحالف يقف على قدم وساق للوصول بحياة المواطن إلى مستوى معيشي أفضل. بنقدم خدمة بنظن أنها خدمة مختلفة شوية، بننقل مبادرة قدم صحيح اللي أطلقتها المبادرة ضمن جهود التحالف لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر. النهاردة إن شاء الله جايين توزيع شنط مواد غذائية بس للمحافظة كلها، الحمد لله نازلين المحافظة كلها، وخصصنا جزء تبع القافلة يعني إن شاء الله. الملحوظة الجميلة هي انتقال المؤسسات الخيرية إلى المحتاج، مش ان المحتاج يبحث عننا احنا عشان يجي لنا. هو تحالف تنموي يقدم صورة واقعية لصحة كبيرة توضح عديد من الأدوار الخدمية لكثير من الجمعيات الأهلية التنموية التي تعاونت وتكاتفت تحت شعار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.